السلام عليكم. اخواني الاعزاء، اصدقائي الكريمات، انتم تفهمون. اصدقائي الكريمات، سوف نقوم بتحدي، تحدي رائع. سوف يهرب هذا ويتبع هذا، وحينما يهرب هذا يتبع هذا، ويجب ان يمر من فوق الاشجار وينزل من هنا كما سرون. المهم ابقوا معنا كي تفهموا جيدا. الان سوف نعود بعد قليل. يا مطحن دابا. سفيا سفيا زاد 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 ومن بعد غاتشد التليفون. عامر بالدم ما عرف كاع يدير. اشو انا حتى انا راه عرفتك بالدم. او سختيني ولقيت جرحة هي شوف. خلاص راه واحد شوف هو فين مشى هذا بعدا. ارحم شريها شوية. يلا. شوف. شوف. نكز ما تحت لنكز يركيا استوى ضحرة عربي شكرا يا مقادرة يوم انا انتهيت شدير شام Oh, shit.
يا شمس ما عشي تصفط وليدي اصابي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو وطرح أفكاركم في التعليقات.